السلام عليكم. اليوم نشرح وش هو فاجرنت ونثبته على جهازنا الويندوز، وبعدها بنطلب أو نسوي انفوك لبروجكت على الجيت هوب. أولا ليش بنستخدم فاجرنت؟ نستخدمه عشان يبني لنا فيرتشوال ماشينز على الفيرتشوال بوكس من خلال الفاجرنت فايل. طبعا الفايل هذا نقدر احنا نحط فيه اعدادات، والاعدادات هذه تتطبق على الفيرتشوال بوكس. يعني لو في عندك كذا فيرتشوال ماشين، انت من خلال فاجرنت تقدر تسوي امبورت لكذا في ام من الانترنت، او تقدر تغير اعدادات الفي امز كاي بي ادرس او هوست نيم او نتورك، وعندك اعدادات كثيره من خلال الملف هذا اللي هو فاجرنت فايل. وضيف على هذا، لو عندك في ام ومثلا خربتها او بالغلط سويت لها مس كونفيجريشن، من خلال فاجرنت تقدر ترجع الاعدادات من اول وجديد او تسوي لها ريسيت، وكذا يصير ما ضيعت وقتك او سويت او ضيعت الستورج حقك من خلال السناب شوت اللي في الفيرتشوال بوكس. الفائده لنا كسايبر سيكيورتي بروفيشنالز انهم يقدرون يسوون امبورت لكذا في ام بغرض ان نختبر الثغرات او بروجكت شغالين عليه كفريق كامل، وهذا يميزنا بسرعة التحميل اللي ما نقدر نقارنها بالفيرتشوال بوكس. طبعا عشان نسوي الارت كلتشر هذا راح نروح للفيجرنت ويب سايت، بس قبل ما نروح أبوضح شيء. هنا نشوف اليوزر، اليوزر يكون مع انتراكشن مو مع الفيرتشوال بوكس او مع الفيرجنت كلاود، لا يكون مع انتراكشن مع الفايل ومع الفاجرنت اتسلف. يعني انت من التيرمينال تقدر تتحكم بالفاجرنت، ومن الفايل تقدر تتحكم باعدادات سواء الفيرتشوال بوكس او الفيرتشوال ماشين. نحمله وبنسويها حبه حبه. طبعا تروح على فاجرنت اب.com وتيجي هنا مكتوب فاجرنت داونلودز بيج. طبعا قبل ما تسوي الداونلود بيج ابغاك تروح نحتاج ان نروح للباور شيل وتسوي ران از ادمنستريتور، وبعدها تنسخ الكوماند هذا. طبعا الكوماند هذا حيسوي لنا ديسيبل للهايبر في. طبعا هايبر في اللي هو جالس بين الفيرتشوال بوكس والسيستم حقك، كان يسوي مانج، الحين احنا ما نبيه، حنستخدم فاجرنت. فنسوي له ديسيبل، نسوي نسخ للكوماند ونسخ كوبي هنا ويصير له ديسيبلد. بعد ما يصير له ديسيبلد تجي هنا صفحه الداونلود وتسوي داونلود 64 بت. طبعا داونلود انا عشان حملت الفاجرنت اوريدي. طبعا التحميل حيكون سهل، دبل كليك على الفايل حيمشيك اضغط نيكست 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 الى ما يتحمل عندك. طبعا بعد ما يتحمل عندك راح تسوي ريبوت للجهاز حقك. بعد ما تسوي ريبوت تيجي تفتح اللينك الثاني اللي هو حق البروجكت، بس عشان تاخذ نظره بسيطه. البروجكت هنا مسوي له ديسكريبشن انه في ام وبنينها من جراوند اب، وفيها لارج اماونت اوف سكيورتي فرنبلتيز. احنا بنستخدمها كايثيكال هاكرز عشان نمارس او نطور مهاراتنا، مهارات الايثيكال هاكينج. طبعا انت الحين حملت وسويت ريستارت، ترجع وتشغل الباور شيل مثل ما سوينا وذ باور وذ ادمن ران از ادمنستريتور، وبعدين تيجي هنا وتسوي نسخ كوبي، وتجي هنا وتسوي لصق نفس اول ما سوينا، رايت كليك نسق. طبعا انا ما ابي اسويه عشان انا اوريدي سويته، بس لصق رايت كليك على الماوس حقك حيسوي لك. طبعا لازم تختار المكان اللي حيسوي لك فيه الفايل، انا اخترته في الديسكتوب حوريكم اياه بعد شوي. رايت كليك حيحمل لك حيسوي لك انفوك. انفوك يعني انك تطلب من الجيت هوب بروجكت. البروجكت حيجي يتحمل، البروجكت حيسوي لك 2 في امز عندك في الفيرتشوال بوكس. اول ما يخلص التحميل سو ريستارت للكمبيوتر حقك جاست ان كيس الاعدادات،
بعد ما تسوي ريستارت للكمبيوتر حقك تبحث فيرتشوال بوكس راح تلقى عندك في ام الثنتين. طبعا قبل ما تسوي ريستارت اول ما يخلص الكوماند هنا حيطول اللي يحمل لك الفي امز هذه. بعد ما يخلص الكوماند تجي هنا وتطفي الفي امز تلقاها شغاله, تسوي كلوز شت داون كلوز شت داون, وبعدين رح للاعدادات ومن الاعدادات ادخل على النتورك وغير النات نتورك حقك, خله على كودين دوجو اللي احنا استخدمناه قبل او البرايفت نتورك اللي انت مسويها ايذر كاستمايز. بعدين خلي الادفانسد الاو في امز عشان بس احنا نقدر نسوي اتاكس نتورك, وتخليه على نفس النتورك والاو في امز كذا. انت تسوي ريستارت مثل ما قلنا, بعد ما تسوي ريستارت راح تشغل, طبعا هم طالبين مننا نطفي الفاير وول, راح تشغل الويندوز ماشين اللي هي تحت, ستارت نورمالي تنتظره, بعدين تروح الديفايسز سوري انبوت وتختار انسرت كنترول الت دل والباسورد نفس اليوزر نيم في اي جي ار اي ان تي كلوز. تيجي هنا وتروح تكتب بس فايروول ادفانس والسكيورتي. طبعا انا مسوي هذا الفيل بس حتيجي عندك هذه مقفله, بس ميك شور اتس اوريدي كلوز, the rules are there. بعدين بعد ما تسوي الرولز هذه تضغط على الويندوز فاير وول رايت كليك, الا تعال عند الويندوز فاير وول بروبرتيز وادخل على الدومين راح تلقاها عندك اون, طفيها اوف. بعدين تعال هنا وطف هذه كمان اوف وطف هذه بعد اوف, سوى بلاي اوكي, راح يطفي عندك الدومين بروفايل والبرايفت بروفايل والببليك بروفايل فاير وولز. طبعا الحين احنا طفينا الفاير وولز, سوينا هذه عشان بس نستعد للاتاكس. ابى اوريكم الفايل اللي من خلاله نقدر نعدل الاعدادات, هذا هو فيجرنت فايل. لو تدخل الفيجرنت فايل وتفتحه في النوت باد راح تلقى السكريبت حقته. في السكريبت حقته بنحاول نشرح, I'm not a programmer بس اني بحاول اشرح لك. طبعا عندك هذه الفانكشن الاولى او first thing you look at, هذه هي الاولى. عندك اللي هو الفولدر حق مسوينه disable ما علينا منه. ننزل هنا للconfig.vm define حنشوف انه ايش سوانا ubuntu 1401 وعطاها الهوست نيم, سماه نيم عطاه الهوست, وهنا سوى الـ SSH username والـ SSH password, وبعد سوى اعدادات للنتورك. يعني شوف الفائدة كيف من سكريبت واحد جالس تسوي لك اعدادات كثيرة. ولو تنزل يعني هنا بدينا من عند config define ننتهي عند الميموري للـ end, نبدأ من هنا هذه الـ Windows machine الـ VM الثانية حقتك, عندك البوكس وعندك الهوست نيم سماه, وعندك الكوميونيكيتر وين رام, وعندك الليمت والديلاي والنتورك سيتينجز والميموري والسي بي يوز, يعني فليكسبل سيتينجز تقدر تعدل منها كل شيء. وهذه الميزه اللي يتميز فيها فيجرنت. أتمنى أفدتكم وإن شاء الله باللابات الجاية ننبسط بالسايبر سيكوريتي والتهكير.